حتى بعد مرور عام على تغيير سعر صرف الدولار، لا يزال الاضطراب يسيطر على الأسواق في البلاد. قيمة السيولة تتضاءل أمام سلع أساسية بأسعار مرتفعة. وفي الوضع الراهن، بدأت الفئات الصغيرة للدينار مشوارها نحو التقاعد، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى التقليل من حجم عبوات منتجاتها لمعادلة القيمة التقديرية للفئة الأصغر. 250 دينارا أو ما يسميه العراقيون بالربع لم تعد ذا قيمة، فهذه الرزمة لا تساوي 5 دولارات وربما أقل. ويرى مختصون أن التخبط في السوق يتطلب تفعيل الدور الرقابي من أجل تسعير ما يعرض في الأسواق، ولا سيما أن بعض التجار رفعوا أسعار بضائعهم بما لا يتناسب قيمة الدينار الحقيقية. يتطلب مراقبة حقيقية للأسواق إذا كانت هناك مضاربات تعمل بشكل كبير من أجل تأجيج هذا الموقف ورفع السعر، يعني سعر الدولار مقابل الدينار، والتأثير بشكل سلبي بشكل كبير على المجتمع العراقي وعلى الاقتصاد العراقي، لذلك يكون أن تكون حذرة. في عالم التجارة يعد إيقاف الخسارة ربحا، وهذا دفع معظم التجار هنا إلى أغلاق محالهم، وخصوصا بعد تلاشي آمالهم في تحسين الوضع، ولا سيما أن ما طبخته الحكومة المركزية بتغيير سعر صرف لم يؤثر بالإيجاب على مدخلات أغلب فئات المجتمع. السوق وقف، العالم يعني ما حد يسوق، الناس تعبانة، أثر على الفقير ما أثر على السنجين، يعني هذا شيء أثر على هذا الدخل المحدود، ماكو موظفين ولا ترى عليهم على الكسبة. قرابة 8 ملايين عراقيين بين موظف ومتقاعد يتقاضى راتبه بالدينار لم يعد باستطاعتهم مقاومة أسعار السلع والمعروضات في السوق، في انتظار حل فاعل لإعادة الوضع إلى سابق عهده مع موازنة 2022. من وسط حمزة الأسدي، UTV.